بالدقانة يا أخوك يا عربوط يا عنب يا ترنج يا رمان. أول شيء راح أبدأ بالرأس هذا الكيرلي، طبعا الحين راجعين له مرة بقوة، يجنن يا بنات. حطي شعرك كله كيرلي، أول شيء يعطي كثافة، غير كذا الشكل تغيير روعة روعة، كأنك رايحة صالون. شايفين شغل روعة روعة. طبعا غيرنا الراس واخذنا الكيرلي الصغير، شايفين النتيجة روعة. طبعا غيرنا الراس الى كيرلي الصغير، طبعا الاول شوفوا شايفين كيرلي كبير، حابة كبير او صغير. طبعا طايحين في هذا مرة مرة، الآن ترند التسريحات هذه الكيرلي، خيالي روعة. واو أنا خاقة على النتيجة، شايفين روعة يجنن. طبعا هذه الحين التسريحة ترند طايحين فيها الكيرلي، راجعين لا بقوة. خلي شعرك كله كيرلي وخليه يعني من قدام، شديه روعة يطلع خيالي. أنا عندكم هذا الجهاز البطل، روعة يا بنات خيالي. أول شيء خمس رؤوس معه، طبعا عندكم هذا الرأس الصغير مرة، طبعا هذا اللي طايحين فيه الآن ترند مرة يجنن، يعطيك الكيرلي الصح الصغير، راجعين له بقوة. طبعا عندكم هذا العريض، وهنا الأعرض والأكبر، وهنا الموج، يعني الكيرلي اللي يجي لفة كذا. التركيب مرة سهل، ركبي على حسب اللي تبي، بعدين تشغيل وبس، انتظري شوي الحرارة واشتغلي. روعة يا بنات خيال خيال، يعني جاي الحين العيد إن شاء الله قريب، خذوا البناتكم لك أنتي، طبعا تستخدمين أنتي وبناتك، لأن فيه كذا رأس، إذا ما عجبك هذا يعجبك هذا، إذا ما عجبك هذا يعجب بنتك، يعني كل واحد واللي ترتاح له. بما أن قرب العيد خذي من الآن عليها عرض، روعة يا بنات لك ولبناتك، يعني تقدرين تستخدمين كذا استخدام أنتي وبناتك. أول ما تدخلين الموقع راح تشوفين كل العروض قدامك، عروض يوم التأسيس يا بنات روعة، لا تترددين بالطلب، كل أجهزتهم رهيبة ما عليها أي كلام. طبعا عندكم هذا لابيل بروتكت مرة جميل بخاخ، ما قبل الاستشوار مثلا، ما قبل الكيرلي، ما قبل الويفي، رهيب يا بنات مرة، تقييمه عالي.